بس التكمله بتاعتها في صوره اعاده، يعني تكمله واعاده في نفس الوقت. ماشي، عايزين نخلصها بسرعه، الصبح خلصها الساعه 1 على فكره، تمام؟ عشان نسمع بقى كده. والله اقول لكم على حاجه، انا ممكن مش هسمع لكم النهارده، بس بشرط اللي هو ان انا لما اقول يا جماعه انا كنت بقول ايه، الاقي ناس كتير ترفع ايديها اقول هسمعها. لو انا شفت في الحصه سالت فيها والناس كلها كنت مختار كويس، ولا قلت عشان خلاص اقطع التسميع على حصه النهارده. اتفقنا؟ اتفقنا. يا ريت سرحانين. بنتنا عسل. ماشي يلا يا باشوات، الحصه اللي فاتت اتكلمنا على موضوع اسمه يا عم البنت اللي هو هيموتوا، يعني ما يموتوا ما يموتوا مش اخواتنا. اتكلمنا على موضوع اسمه يا دكاتره هوموستيزيس، توقف الدم. خلاص بقى يا شطار، اتكلمنا على موضوع اسمه هيموستيزيس. يعني ايه هيموستيزيس؟ هيموستيزيس انا هقول انا خلاص محدش يجاوب معايا. ستوبج اوف بليدنج فروم انجل بلاد فيزنس، توقف النزيف من الاوعيه الدمويه اللي حصل لها انجل. يعني ايه انجل؟ القلب. توقف النزيف في كام خطوه؟ في اربع خطوات. خطوة رقم واحد ان انا السكن الجلد بتاعي كان له دور، حد يفتكر معايا؟ كان السكن بيعمل بلاستيك يضم سكن الجلد فيه سوسر يضم الجرح، وكان السكن بيطلع مواد اللي هي تساهم في عمليه الكولوجين، يعني كولوجين توقف الطيار. طيب اثنين، كنا الاوعيه الدمويه بنعمل فيها بازو كونستريكشن، يعني بعض الكونستريكشن ضيقها ولا صحها؟ ضيقها. لما الوعاء الدموي يضيق، لما الخرطوم بتاع الميه ضيقه، الميه بتطلع مندفعه، لكن كميه الميه اللي بتطلع من الخرطوم بتقل، دي حاجه بديهيه خالص. يبقى بعض الكونستريكشن هيقلل البلد فلو، فيدي الفرصه للصفائح الدمويه والبروتيك ريفاكتور ان هي تشتغل. طيب وقلنا بيحصل فاز الكونستريكشن، حد يفتكر بكام حاجه؟ اربع حاجات. ايه هم؟ واحد سيروتونين وسترون بلسامي، اثنين مش عايز كلام ديفيز الاي دي خلاص، او اف سمباثيتك كان بيعمل فاز الكونستريكشن نتيجه للبين، ثلاثه الاندوثيريوم اللي بيتدمر بيطلع ماده اسمها اي دي ار اف، اربعه كان عضلات نفسها بتعمل كونتراكشن اسمها ايجين. طيب كل الكلام ده كان بيجي ام سي كيو فقط، تمام؟ الخطوه رقم ثلاثه اسمها بليتلت بلاك او الفانكشن اوف ذا بليتلت، هو ده السؤال النظري، تمام؟ اللي هي بلاك يعني بلاك يعني سداده. السداده دي يا دكاتره سداده من البليتلت كانت بتتم في كام خطوه؟ سبع خطوات. نرجع كده من المعلومات، ده البلاك فيزنس. البلاك فيزنس خلاص؟ ركزوا معايا لو سمحتوا. الأوعية الدموية مبطنة من الداخل بطبقة اسمها اندوثيليوم. الاندوثيليوم ده الطبقة المبطنة للأوعية الدموية من الداخل. طيب تمام. اندوثيليوم. ماشي، وتحت الاندوثيليوم سواء فوق أو تحت الاندوثيليوم مغطي حاجة اسمها إيه؟ صب. اندوثيليوم كولاجين، رسمة مرسومة عند حضرتك. صح، اندوثيليوم كولاجين اهو اهو. صح، اندوثيليوم كولاجين تمام اهو. اول ما الوعاء الدموي يبقى فاضل اتقطع، الصح اندوثيليوم كولاجين ده من فين؟ بدأ يدخل في مكان الانجلي،
يعني تلاقي الرسم عند حضرتك الكولاج اللي هو ده اهو اسمه ايه يا باشوات؟ صف اندو سيليام كولاج. ده الرسم اللي احنا نمشي عليه الخطوات، سبع خطوات بقى. عايز تقفل الوعاء الدموي اللي اتفتح كم خطوه؟ سبعه. البليتلت الصفائح الدمويه وهي ماشيه في الدم، وهي ماشيه فين؟ في الدم. لكن يا دكاتره في صف الدوسيليوم كولاج تروح بسرعه واحده هنا، فالصفائح الدمويه هتقف هنا. طيب هتسالني سؤال، ايه اللي يخلي الصفائح الدمويه اللي هي البليتلت تقف في المكان دوت؟ فرد على حضرتك واقول الاتي، ان البليتلت عليها ريسبتور او عليها ماده اسمها جلايكو بروتين، يبقى ده من البليتلت هتمسك بالصف اندوثيليوم كولاجين. تمام؟ يبقى خطوه رقم واحد البليتلت مع الصف اندوثيليوم كولاجين تعمل ادهيجن. يعني ايه ادهيجن؟ انفصال. بعد ما لفت في الصف اندوثيليوم كولاجين الخطوه الثانيه اعمل ايه؟ بص يا استاذ، في بروتين عندنا لسه هنقوله اسمه عامل زي حرف الواي كده اهو، اسمه فون فيل براند فاكتور. وكلمة فون فيل براند ده اسم عالم ما بتترجمش. ايه بقى قصة الفون فيل براند فاكتور؟ لو رجعت لصفحة 65 يعني في الأول تحت بريت الأدهيجن التكملة صاد 65 صاد 65 يعني في البريت الأدهيجن مش هتكتب الكلمتين اللي عندك دول، ولكن التكملة من صفحة 65. طيب في بروتين اسمه اسمه يا شطار اسمه فون فيل براند فاكتور، ده عبارة عن أدهيسيف بروتين. يعني ايه كلمة أدهيسيف؟ أدهيسيف يعني لاصق. طيب بيتصنع فين؟ بيتصنع في مكانين، بيتصنع في الاندوثيليوم. طبعا يا دكتور في الاندوثيليوم، وبعد ما يتصنع في الاندوثيليوم هيتصنع هنا مثلا يطلع في الدم. حلو؟ يبقى ايه مصدره في الدم حتى الان؟ من الاندوثيليوم. المصدر الثاني في خليه في البون مارو اسمها اميجا كاريو سايت. ميجا يعني كبيره، كاريو يعني نواة، لها نواة كبيرة، لها في نخاع العظام اسمها بون مارو. الميجا كاريوسايت هي اللي بتنقسم وبتصنع بليتلت صفائح دموية، وهي الصفائح الدموية وهي طالعة من البليتلت من الميجا كاريوسايت. الميجا كاريوسايت بتملاها مادة، المادة دي اسمها ايه؟ بون فيل براند فاكتور. يبقى يلا يا شطار، الفون فيل براند فاكتور ده كان مصدر يا اما من الاندوثيليوم يا اما من الميجا كاريوسايت اللي هي الام بتاعت البليتلت. لما البليتلت بتتصنع بتتصنع منها بتحط فيها ايه؟ ها؟ اخر مره وانتوا عارفين خلاص؟ صنع الفون فيل براند فاكتور يتخزن جوه البليتلت. حلو كده؟ طيب في معلومه بسيطه جدا، الفون فيل براند فاكتور ده مادة ماشية في الدم بس بتبقى ماسكة في فاكتور رقم 8. عوامل التجلط رقم كام؟ عامل التجلط رقم كام؟ 8. يبقى الفون فيل براند فاكتور باوند تو سيركيوليتنج كلودنج فاكتور رقم 8. ده سؤال ام سي كيو. ملخص الفون فيل براند فاكتور ادهيزيف بروتين. يعني ادهيزيف؟ لاصق، بتصنع من الاندوثيليوم او من الميجا كاريوسايت وتخزن في البلازما. طب لو ماشي في الدم يمشي لوحده؟ لا، ماسك في فاكتور رقم كام؟ 8. يبقى الخطوه الاولانيه في الادهيجن هتكتب الاتي، البريت تمسك الصف الاندوثيليوم كاشن بار لايك بروتين ريزيب و بون فيل براند فاكتور اللي هو عباره عن ادهيزن بروتين بيصنع الاندوثيليوم والميجا كاريوسايت بتخزن في البريت، ولو مشي في الدم يمسك في فاكتور رقم 8، ولو كتبت كده هتاخد الفول مارك. يبقى ده الادهيجن. الخطوه الثانيه بعد الادهيجن مرسومه عند حضرتك في الرسمه، حاجه اسمها اكتيفيشن. يعني ايه اكتيفيشن؟ ان البليت بتاعتنا
بشكلها محترم كده، شكلها بيضاوية بالشكل، هتتحول ويبقى شكلها كده، هيبقى شكلها كده. بص اهي كانت بتضحك كده، هتبقى شكل برجلك كده، شكلها irregular. الخطوه دي بسمها activation. الاكتيفيشن ان البريد بتاع خلاص ويل تنتفخ وتبقى irregular in shape ويطلع لها numerous بروسيس. يعني ايه numerous بروسيس يا دكاترة؟ numerous يعني عديد، وبروسيس يعني صوابع او زوايد. والزوايد دي لازمتها تو فاسيليتيت الانتر اكشن. يعني انتر اكشن التداخل، تبدا البريد صوابع دي تدخل مع الصوابع دي مع بعض، دي اسمها الخطوه دي بتبدا ايه؟ اكتيفيشن. طيب بعد ما البريد يحصل لها اكتيفيشن وتبقى الرجله فاسيليتيت الانتر اكشن سهل التداخل، تبدا البريد تطلع اللي جواها. ايه اللي جواها؟ اسمع معايا، ماده اسمها اي تي بي، وماده اسمها سيروتونين، وماده اسمها بي دبليو اي، وماده اسمها فايبرينوجين، وماده اسمها بليتلت فاكتور رقم 3. ماشي؟ 4 ناس. بس حضرتك المواد بتاعتنا اي دي بي وسيروتونين وفورد بالبراند فاكتور والفايبرينوجين وبليتلت فاكتور رقم 4. المواد دي كل ماده لها وظيفه طبعا. طيب في الاكتيفيشن مش بنتكلم في نقطه واحده، بنتكلم في ثلاثه بوينت. النقطه الثالثه من الاكتيفيشن هيقول لك ان البليتلت بتصنع ماده اسمها ثرومبوكسين اي 2، دي زي اسمك يا ريس. طب ثرومبوكسين اي 2 دي بتعمل ايه؟ بتطلع من البليتلت. ثرومبوكسين اي 2، ثرومبوكسين اي 2 دي ماده بنت لذينه، بترجع تمسك تاني على البليتلت اللي طلعتها. يعني انا بطلع من الصفائح الدمويه وليا مستقبل على الصفائح الدمويه نفسها. لما تمسك في المستقبل بتاعها بتقلل ماده اسمها سي اي ام بي، وكلمه سي اي ام بي يعني وسيط. يعني ثرومبوكسين مش بيدخل بنفسه، مش بيدخل جوه الخليه، ولكن بيقلل ماده اسمها ايه؟ سي اي ام بي. طب السي ام بي بتعمل ايه يا دكاتره لما بتقل؟ البليتلت ساعتها بتطلع مور ثرومبوكسين اي 2. يعني انا بزود نفسي ازاي؟ ان انا بمسك البليتلت بقلل السي ام بي فيطلع ثرومبوكسين اي 2. طب وايه اسمه الثرومبوكسين اي 2 دوت؟ حاجتين، بيضيق الاوعيه الدمويه فازو كونستريكشن، بي سي يعني يفرق يضيق، ويعمل بليتلت اجريجيشن. يعني ايه اجريجيشن؟ تجمهر او تجمع. يبقى الاكتيفيشن في هذا البوينت الريجولار ان شيب تو فاسيليتيت الانتر اكشن. اثنين، هتطلع اي دي بي وسيريتونين وفايبرينوجين وفورت بالبراند فاكتور وبليتلت فاكتور رقم 4. وكمان يا دكاتره يا افاضل، سترونج اكزام في 2 هيمسك على البليتلت يقلل ماده اسمها سي اي ام بي، ازود مور سترونج اكزام في 2. الخطوه الثالثه اسمها اجريجيشن. انت شايف الشكل دوت كله هيتملي يبقى بليتلت 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 بليتلت. طب مين اللي بينادي على البليتلت ويجيبها هنا يا ابي سرحان؟ ماده اسمها اي دي بي اند ثرومبوكسين اي 2. دول بيعملوا مور اند مور اجريجيشن. طيب الخطوه الرابعه، بقى عندي صفائح دمويه كتيره. الصفائح الدمويه الكتيره دي هتعمل سداده. سداده يعني ايه بالانجليزي؟ بلاد. سدادة يعني بلد. السدادة دي الأول بتبقى لوز، يعني لوز طرية، يعني لو الدم جاي مندفع شوية ممكن يطيرها، لكن في ناس بيساعدوني يخلوها فيرم. يعني فيرم قوية. مين بقى اللي يخليها فيرم يا دكاترة؟ حاجتين. ايه هم؟ والله حاجة اسمها فايبرين ثريدز، خيوط من الفايبرين، وحاجه اسمها كونتراكتايل بروتين. يعني ايه كونتراكتايل بروتين؟ مجموعه من البروتينات لها القدره على الانقباض. البروتين ده موجود فين؟ موجود داخل البليتلت. واحد اسمه اكتين، واحد اسمه مايوسين، واحد اسمه ثرومبو اسيدين. يخلوها بدل ما تبقى لوز تبقى فير.
طيب انا خليت البلاك دي سودادي قويه، ايه لازمه السوداده؟ السوداده دي بتفرد سمول بلاد فيزلز وصفت، والكابيلاري ايه الكابيلاري؟ يعني الشعيرات الدمويه. انا بحط في صفائح دمويه بيبقى فيه شعيرات دمويه بتفرقع، مين اللي بيفرد اللي بتفرقع دي؟ هو مين؟ البليتلز. تمام كده؟ يبقى البليتلز بتفرد سمول والصفائح والسمول بلاد فيزلز والكابيلاري بتفرقع عدد المرات. والبلاك دي بتطلع مواد كيميائيه، الكيميكالز دي بتتحفظ زي اسمها. اول حاجه بتطلع ماده اسمها سيروتونين وسترومبكسان بي 2 تاني، وبتطلع عندنا ماده اسمها فاكتور رقم 13، شفت رقم 13؟ تمام؟ وبتطلع عندنا ماده اسمها بليتلت فاكتور رقم 4، علم على رقم 4 ده قوي. رقم 4 ده اختصار لايه؟ ده يا جماعه حاجه اسمها هيبرين انتاجونيست، وكلمة انتاجونست ترجم يعني ضد، والهيبارين ده مادة موجودة في جسمنا بتعمل سيولة في الدم. أنا عايز أجرب دلوقتي ولا عايز أعمل سيولة؟ سيولة دلوقتي. أنا عايز أجرب، يبقى أطلع مادة ضد الهيبارين ولا مع الهيبارين؟ ضد الهيبارين. أنتي هيبارين اسمها انتاجونست الهيبارين. طيب وطلع فاكتور عامل تجلط الفايبرينوجين وخمسة، بعد معايا سيروتونين وسترومبكسان ايه طلع فاكتور رقم 13 وبولفدران فاكتور، وطلع لي ماده اسمها بليتلت فاكتور رقم 4 لايه؟ بليم انتاجونست، واخر حاجه فايبرينوجين رقم كام؟ 5. دي المواد اللي بتطلعها، دي المواد اللي بتساعد عمليه التجلط، وكل واحد احنا خدنا منهم شويه وظائف. الخطوه رقم 5 البليتلت تتحد مع بعض تعمل فيوجن. يعني فيوجن ان السيل ممبرين يدوب في السيل ممبرين بواسطه ماده اسمها ايه؟ اي دي بي. اي دي بي، عارف لو غلطت وكتبت اي دي بي هتروح في داهيه. انا اسامحك ان انت تنسى، لكن تكتب غلط الطب ما فيهوش غلط. يعني انا انت نسيت تدي للعيان الدواء، والله كده كده العيان خده او مش خده مش مشكله، هو مريض اساسا. لكن المصيبه لو انت اديته دواء غلط، بدل ما يقلل الضغط يرفع الضغط، هيموت العيان ده. وصلت؟ يبقى انا سامحك للنسيان وليس الخطا، هو الطب ماشي على كده. نسيت تديله الدواء الفلاني مع الدواء الاولاني، ماشي. بس لو انت يا حبيبي اديته دواء غلط يبقى انت موتته. طيب يبقى الفيوجن بالاي دي بي. بعد الفيوجن بعد ما اتحدوا مع بعض اعمل عجينه هنا. اعمل حاجه اسمها ريت رياكشن. يعني ريت رياكشن؟ تنكمش، يعني تنكمش تلم نفسها علشان ايه؟ ما تسرحش بتفرد الوعاء الدموي ده. طيب مين اللي بيعمل يا سامة نمول يا سامة؟ من الساعة 11 تمام؟ مين اللي بيعمل ريتراكشن؟ ها؟ مادة اسمها اي تي بي وسترومبو اسينين. اي تي بي وسترومبو اسينين. طب بعد ما عملت الكيماش اعمل ريبير. يعني ريبير؟ ابني بقى الميثيليوم والكولاجين والبصل دي، كل البصل هنا. يبقى انا مشيت سبع خطوات من اول ما قفلت لحد ما رجعت بديت الوعاء الدموي تاني ولا لا؟ طيب في اي مشكله السبع خطوات؟ الخطوه رقم واحد كان هي اربعه واحد. انا الناس بقى اللي هو ركز معايا ريجن اجريجن هي دعاء. خطوه رقم اثنين ريجن اجريجن هي رقم مين؟ ريجن بس انا عندي جهد كبير، فاضطر اعمل حاجه اسمها ايه؟ شبكه من الفايبرين. طيب عشان اعمل شبكه من الفايبرين محتاج 13 فاكتور. طيب اسمهم ايه 13 فاكتور دول؟ كلودنج فاكتور. طيب الكلودنج فاكتور يا شطار هتحفظهم، يعني هتحفظهم. واحد اسمه الفايبرينوجين، اثنين البروثرومبين، ثلاثة ثرومبوبلاستين. غلط، تشو ثرومبوبلاستين لو سمحت زي ما خدناها المرة اللي فاتت. أربعة، تشو ثرومبوبلاستين. أربعة
ايونايز ولا كالسيوم بس؟ لو جالك كالسيوم وايونايز وايونايز الكالسيوم مين صح؟ ايونايز. خمسة اسمه لابايل فاكتور. ستة غلط في ستة. سبعة اسمه ايه؟ ستيبو. تالي خدناه المرة اللي فاتت صح؟ حفظنا السبعة نكمل النهاردة. ثمانية علم على كلمة انتي هيموفيليك جلوبولين بس. احفظ انتي هيموفيليك جلوبولين بس. تسعة كريسماس فاكتور. كريسماس اكتشف في ليلة الكريسماس ايوه بعد كده بالصدفة. عشرة ستورت فرور فاكتور ده اسم راجل الماني. 11 بلازما ثرومبوبلاستين اللي بقول بس اللي تحفظ سيبك من الباقي. 12 هاجمان فاكتور اسماعيلي. 13 استابلايزيشن فاكتور. اذرز عوامل ملهاش ارقام. فون في البراند فاكتور. هاي مولوكلر ويب كاينينوجين اللي هو ايه يا ابو حميد؟ حموك. والبريكالكرين هو هو الكالكرين يعني. طيب والبريسلت فاكتور رقم كام؟ ثلاثة اللي هي الفوسفوليبيد يعني. معلش ال 13 فاكتور يا ريت السؤال هيجي يقول لك اكتبه. والله عارف انت هتحفظه في يوم من الايام. ده انت حافظ حاجات كتيرة، حافظ انتيريور وانفيريور وسوبيريور وبوستيريور وميديال سباين. تفيد هذا الفخر من هذا الحبس. لكن الأزمة يقول لك فاكتور رقم أربعة هو الأيونايز كالسيوم ولا الستيبو فاكتور؟ أيونايز ده سؤال ام سي كيو. تيجي في الام سي كيو. طيب سايت سايت فورميشن سايت فورميشن متكررة دي في ام سي كيو كتير. النظام القديم من 3 4 سنين ما كانش فيه ام سي كيو. كنا فيهم 10 أسئلة في الدراسة وهو راجل في الامتحان. لكن دلوقتي كل حاجه بقى ممكن تيجي سؤال 140 درجه على الفاضي. فالناس اللي بتجري لك بتقول لك اصل ايه مش مهم يا عم الحاجات دي ما تجيش امتحان ده حمار كبير ده 140 درجه ده من عصر الفراعنه. بقول لك ايه انا يا ابني كان في السير شيء 10 بس الايه كان زمان ولا جبر. طيب سايت فورميشن يصنع فين؟ دي زي اسمك يا فاضي. البروتيك ديفاكتور هقسم احفظ اربع اماكن الاول يبقى صح لما تذاكر تحفظ الاربع اماكن. ليفر واندوثيليوم وماكروفاج وميتاتاليوسايت. ليفر واندوثيليوم وماكروفاج وميتاتاليوسايت. الليفر بيصنع العوامل 1972 عشان مش ننساها. يعني اكتب كده جنبيهم 1972 2 و7 و9 وبلاش 1 هتقول ايه؟ 10. طيب الميجا كاريوسايت الميجا كاريوسايت هتصنع لك رقم كام؟ 5 و13 والفونت براند فاكتور. 5 13 فونت براند فاكتور. طيب الماكروفاج يعني الماكروفاج دي خلايا قفوله بتصنع بقى يا شطار 1975 5 و7 و9 و10 عشان يجمعهم كلمة واحدة. يبقى الماكروفاج 1975 الليفر 1972. ما تكتب يا جماعة عشان تكتبوا 1975 5 13 يا رب هقولهم تاني خالص دي محتاجة. يلا شطار ما كنتش شطار والله عارف بس دي معلش معلش كلنا بنسمع. واحد ليفر بيصنع 1972 2 7 9 10 حد الشطار عنده مشكلة في الليفر؟ طيب 2 الميجا كاريوسايت اللي هي الأم بتاعة البريزنت بتصنع البون في الجراند فاكتور و5 و13 فيها مشكلة؟ والفايبرينوجين طبعا. طيب الماكروفاج 1975 5 و7 و9 و10. طب الاندوثيليوم ده غلبان بيصنع مين؟ الفونت براند فاكتور. هتقول لي يا دكتور اصل انا مش فاهم وممكن فهم دي الاماكن التصنيع ما فيهاش فهم خالص هتحفظ دي اكتب الصفحه. البروبرتيز دي لا مش حاسه بالعين. البروبرتيز مش هقدر احفظها اكتر من كده النهارده لان دي حفظ برضه اكتب الصفحه. نوم حاجه تاني.
مين يعمل لي الكو اجيوليشن تسبيل؟ شهر يسلم شهر، عندي في بروتين كبير بيضحك كده عليه اشارات سالبه. البروتين الكبير عليه اشارات سالبه دوت اسمه فايبرينوجين. الفايبرينوجين دوت ما ينفعش يعمل شبكه فلازم يتكسر. مين اللي هيكسره عشان يتحول الى شبكه؟ الثرومبين. طيب ما هو الثرومبين اللي موجود عندي في الدم موجود في صوره غير نشطه اسمها بروثرومبين. طيب يبقى بروثرومبين لازم احوله الى ثرومبين. حلو. الثرومبين ده يا شطار عامل زي المقص كده، هيمسك الكور دي يقعد يقصقص فيها وياخد الناتج بتاع القصقصه ده يعمله ايه؟ شبكه. وهتعرف الشبكه دي هتعمل ايه. طيب الخطوه بقى المهمه كيفيه تكوين هذه كيفيه تحول البروثرومبين الى ثرومبين. والله انا عندي طريقين. الطريق الاولاني كان اسمه انترنسك باسوي. ايه بقى قصه الانترنسك؟ انا عندي في فاكتور اسمه رقم 12 هحوله الى 12 اكتف، و12 هيحول 11 ل 11 اكتف، و11 هيحول 9 ل 9 اكتف من الشر، و9 هيحول 10 ل10 اكتف، وم10 هو اللي حول بروثرومبين الى ثرومبين. وانا عشان مش تنساها 12 11 9 10، انت كنت هتموت وتخليها 12 11 10 9. طبعا الكلام ده شرحناه المره اللي فاتت طبعا. طيب ده سميته انترنسك يا شطار. خدنا المره اللي فاتت ان الوعاء الدموي لما بيتقطع مين الماده اللي بتدخل يا شاطرين؟ صرف النيوسيريوم كولاجين. هتقابل فاكتور مين ماشي في الدم؟ 12. هتخليه اكتف ولا ايه؟ اكتف. اكتف. يبقى انا كده الدم وهو جوه الوعاء الدموي مين اللي دخله؟ الصرف النيوسيريوم كولاجين، صح؟ طيب او لو حضرتك بره جسم الانسان حطيت الدم في تيست تيوب، يعني تيست تيوب انبوبه اختبار. الزجاج بتاع انبوبه اختبار زي الساب اندوسيليوم كولاجين، لدرجه ان انا بسمي الساب اندوسيليوم كولاجين والتيست تيوب حاجه اسمها سيرفيس اكتيفيتور. واللي فاهم كيمياء هيعرف كلمه سيرفيس اكتيفيتور يعني منشط فيزيائي، يعني مش حاجه كيميكال، ده زي الكهرباء اللي هي الاستاتيكيه دي، تمام؟ ما علينا، منشط فيزيائي وخلاص.
طيب كده حولنا 12 11 9 10 والطريقة سميته بالترانسي. بينما عندي طريقة تانية زي ما خدنا المرة اللي فاتت طريقة اسمها ايه؟ اكسترانسي. الاكسترانسي دي كانت ايه يا جماعة؟ في فاكتور اسمه 7 هيتحول لسبعة اكتف وسبعة هو اللي هيحول 10 10 ايه؟ اكتف. تمام؟ طب ليه يا دكتور سميتها اكسترانسي؟ اصل يا دكتور الدم خرج بره الأوعية الدموية. ممتاز. لما بيخرج بره الأوعية الدموية مش فيه هنا أنسجة ولا غلطات؟ أنسجة دي اتدمرت. حد شاطر يقول اتدمرت ليه؟ ها؟ يلا اتدمرت وأنا بقطع الوعاء الدموي غصب عني. يعني الأنسجة لما بتتدمر هتطلع مادة اسمها شطار تشو سرومبو بلاستين. دي كانت عبارة عن إيه المرة اللي فاتت؟ فوسفو ليبيد. وسميتها شطار فاكتور رقم كام؟ 3 هيحول 7 7 اكتف. طيب هل الموضوع الحصه اللي فاتت انتهى على كده؟ لا، خدنا شويه مساعدات. يعني ايه مساعدات؟ فصلنا السرومبين دوت وقلنا السرومبين له كام وظيفه؟ السرومبين له 6 وظائف. ممكن اللي مش حضر المره اللي فاتت يفصلهم على جنب. السرومبين بيحول الفايبرينوجين الى فايبرين. حلو. والسرومبين برضه بيحول البروسرومبين الى سرومبين. وحتى الناس المره اللي فاتت استغربت قالت يا دكتور يعني هو بيحول نفسه؟ ايوه يا حبيبي، بروسرومبين الى سرومبين. والخطوه اللي بعد كده بينشط 5 و7 و8 و13 يعمل لهم يا دكاتره اكتيفيشن. 5 و7 و8 و13 دي وظايفه. طب يا دكتور انت الحاجات دي موجوده فين؟ 5 و7 و8 و13 على الرسمه. 8 فاضل 8 عندي 9 ولا 8 بيساعد 9 اهو حطوا لك جنب، و5 بيساعد 10 و13 بيخلي الشبكه بتاعتي تبقى ستيبل. ولو انت مركز معايا 13 والكالسيوم هيخليها ستيبل. وبعد ما الشبكه تبقى ستيبل ريتراكتد. يعني ريتراكتد؟ تنكمش. وقلنا 13 يا شطار كان اسمه ستابلايزيشن فاكتور. يعني ستابلايزيشن فاكتور المسبب اللي خلاها ستيبل. طيب هل في مساعدات تانية على الرسمة ولا الموضوع انتهى؟ لا، في يا جماعة 12 عشان يتحول ل 12 أكتف مساعدة مادة اسمها كاليكرين. و 12 عشان يحول 11 ل 11 أكتف كانت مادة اسمها حموك اتش دبليو اي موليكولار ويت كاليكوجين. هل في أي مساعدات تانية كده؟ لا يا فاضل كده انتهينا. دي كانت الرسمه بتاعت الحصه اللي فاتت السابق. وسمينا التفاعل ده اسمه ايه؟ كوأجيوليشن كاسكيد. يعني ايه كاسكيد؟ تفاعل متسلسل. طبعا كان في نقطه مهمه ان احنا نحط الكالسيوم. كالسيوم بيبقى مع 10 ومع 10 وهي بتحول بروسترومبين الى سيروبين. يعني كالسيوم مره 2 3 كالسيوم اتكرر 3 مرات في تحويل 10 10 اكتف تحويل البروسترومبين الى استروبين ملوش رول. لكن معانا اهو كالسيوم هنا برضه مع 5 وفي حمليه استابلايزيشن اوف الفايبرين. يبقى الكالسيوم تكرر 3 مرات تحويل. يا شطار الكالسيوم تكرر معايا فين؟ 10 اكتف والبروسترومبين الى استروبين والاخرانيه ستابلايزيشن. كده اشبكت كوجنيشن كاسكيد. يعني ايه كاسكيد؟ زي ما اتفقنا تفاعل متسلسل. انا اظن شرحته بوتني مره. طيب الكلام بقى النظري اللي مكتوب بعد الكوجنيشن كاسكيد. اعمل كده بالظبط. اسمع شاطر بص في الرسمه. تعمل الرسمه دي بالظبط بس مشكله يعني. مش كده. بص في الرسمه دي ايه رسمه؟ الابيض ده هو شبكه الفايبرين.
الابيض اللي بالطياره هو الشبكه الفايبريه. جواه في خلايا، دي الخلايا المحبوسه جوه اللي هو مين يا جماعه الخلايا المحبوسه جوه؟ الار ديسيز والبليتلت والوايت ديسيز محبوسين جوه. طيب عمليه تكوين الشبكه دي بتمشي في اربع خطوات، كم خطوه؟ اربعه. واحنا قلناها عارف هو الكتاب عامل ايه؟ عارف الكتاب هو عامل ايه؟ قال لك ايه؟ احنا رسمنا الرسمه وفهمنا الخطوات بس بيتكلم في الصفحتين اللي جايين على النظر لانك هتشرح الكلام ده بالرسم دي بالكلام بالكلام. قسمها لاربع خطوات. الخطوه رقم واحد اسمها ايه؟ فورميشن اوف بروستروجين اكتيفيتور. بص ركز كده، فورميشن اوف ايه؟ بروستروجين اكتيفيتور. يعني هو بيتكلم على تكوين الفايبرينوجين ولا تحويل البروستروجين الى ثرومبين؟ لا، تحويل البروستروجين الى ثرومبين وسماها بروستروجين اكتيفيتور. مين الشاطر اللي شاور لي على الرسمه؟ فين البروستروجين اكتيفيتور؟ 10 ل 10 اكتف هتحول الاستروجين لثرومبين، صح؟ احنا وصلنا ازاي لل 10؟ بطريقه انترنسك واكسترنسك. لو شفت الخط الاول هو ايه؟ الخطوه الاولى ملخصها، ملخصها ايه يا جماعه؟ تحويل البروستروجين الى ثرومبين. مين بقى الشاطر اللي يرفع ايده؟ هنعملها بكام طريقه؟ اثنين، الاكسترنسك و عيد الكلام تاني يا عبد الشافي. الاكسترنسك الاكسترنسك دوت بيتم ازاي؟ ان لما الوعاء الدموي، حاضر والله يا جماعه، بيتقطع، مش الدم بيخرج بره الانسجه، بيقابل ايه يا دكاتره؟ ماده اسمها تيشو فاكتور، هي اسمها ثرومبوبلاستين، اللي هي عباره عن فوسفوليبيد، يبقى التيشو فاكتور هي هي ثرومبوبلاستين، هي هي فاكتور رقم 3، هتحول ايه؟ هتحول 7 ل7 اكتر. وسبعة اكتب بيجي بسرعة عشان يحاول ايه؟ 10 ل10 اكتب. السؤال بقى 10 اكتب 10 اكتب بعد كده هيعمل ايه؟ هياخد 5 والكالسيوم والتشو فوسفوليبيد اللي احنا ابتدينا بيه اللي هو رقم 3 ويروحوا مع بعض زي الشطار كلهم كده الاربعة ويعملوا تنشيط للبروسترومبين الى ثرومبين واسميهم ثرومبين اكتيفيتور. ولو عايز تفصلهم في جمله لوحدها هتقول 10 و5 و3 والكالسيوم، وطبعا 3 هي التشو فوسفوليبيد. حلو. طب ايه لازمه الاكسترنسك ده؟ لازمته ايه؟ من المره اللي فاتت قلنا لازمه مهمه ان هو بيمنع بيمنع ان الدم يهرب ما بين الانسجه. بريفنت البلاد سكيب، يعني ما ينفعش الدم يدخل ما بين الانسجه، ان الدم لو دخل ما بين الانسجه باظ. فانا على قد ما اقدر اطلع بره الوعاء الدموي وكده شطار واعمل شبكه اقفله من بره. يبقى الاكسترنسك ده بيعمل ايه؟ بيقفل الاوعيه الدمويه من بره، يمنع ان الدم يتجلط بره. طيب معتمد على ايه؟ مين الشاطر اللي يرفع ايده يقول معتمد على ايه الاكسترنسك ده؟ معتمد على فاكتور رقم 7 ومين؟ و10 و5 و3 والكالسيوم بس. والديجري اوف تيشو انجري. يعني ايه ديجري اوف تيشو انجري؟ يعني كل ما الاوعيه الدمويه تكون مقطوعه كل ما اطلع مور ولا لسه ثرومبوبلاستين؟ مور. يبقى انا شطار. ارمي لي اكسبرنسك. واحد حصل له قطع النهارده، الانسجه اتدمرت، طلعت ماده اسمها ايه يا حلوين؟ تيشو فاكتور. تيشو فاكتور دي اسمها ايه؟ ثرومبوبلاستين. دي عباره عن ايه؟ فوسفو ليبيد، صح ولا لا؟ طيب بتحول فاكتور كام لكام؟ 7 ل7 اكتر، و7 هيحول ايه؟ 10 ل10 اكتر. و10 اكتب مساعدة 5 و3 والكالسيوم احول بروسترومبين واسميهم على بعض بروسترومبين اكتيفيت. ده النص الاولاني. طب النص الاول الثاني حد يعرف يعمله؟ يا دكتور الصف اندوسينيوم كولاجين والتست تيوب لو احنا بره الجسم
بينشطوا فاكتور رقم كام يا دكتوره؟ 12. و12 بمساعده الكاليكرين هيتحول ل12 اكتف، تحول 11 ل11 اكتف بمساعده الهاي موليكيولر ويت دي حموك. طيب و11 هيحول 9 اكتف، و9 هيحول 10 اكتف. طبعا 9 مساعد مين؟ 8 اهو. نفس الكلام بالظبط. طب 10 شفار، بص بقى ده لو ده هسميه هنا مكاني جروب سوربرين اكتيفيتور، نفس الكلام محتاج 10 ومحتاج 5 ومحتاج 3 والكالسيوم. ايه يا دكتور ده نفس الكلام هناك، بس يا حبيبي مش محتاج ايه؟ ما ينفعش اقول تيشو فوسفوليبت، لان تيشو فوسفوليبت فقط على مين؟ على الاكسترينسك. خلي بالك السبب سيتو صعب، التيشو فاكتور فقط في مين؟ اكسترينسك. امال هنا محتاج فوسفوليبت، طب اجيبها من فين؟ اذا كان الاكسترينسك ده الهدف منه يقفل الوعاء الدموي، يمنع الدم يخرج منه، وبيعتمد على عوامل داخل الدم، والدم فيه فوسفوليبت؟ ايوه. مين تتبرعنا؟ البليتليت. فالفرق الوحيد ما بين البروسترومبين اكتيفيتور في حاله الاكسترينسك والبروسترومبين اكتيفيتور في حاله الانترنسك هو مين؟ ها؟ هو مين؟ الفوسفوليبت. هنا تيشو، اما هنا بليتليت. لدرجه ان في واحد نسب الكالسيوم مشترك، فاكتور 5 مشترك، فاكتور 10 مشترك، انت عاملهم بالضبط على ورقه دماغك. هو ده انا عايزه من الصفحه كلها، تخيل؟ لان الكلام كله متكرر. كل اللي انا عايزه اشطار البروسترومبين اكتيفيتور في حاله الانترنسك والاكسترنسك الاثنين محتاجين 10 5 كالسيوم. هنا محتاج 3 بريتلت فاكتور رقم 3، وهنا محتاج تيشو فاكتور رقم 3. سبحان الله، 3 و3، بس هنا تيشو اما هنا بريتلت. طب لو حبيت اعقد مقارنه ما بين الانترنسك والاكسترنسك، يلا شطار عايز اعمل مقارنه ما بينهم، ليه سميت ده انترنسك ولا سميته اكسترنسك؟ سمي انترنسك لان كل العوامل بتاعته انسايد ذا بلاد. امال سميت ده اكسترنسك لانه اعتمد على التيشو فاكتور. التيشو فاكتور ده من انسايد ولا اوتسايد؟ اوتسايد. اثنين، تاني فرق، مين فيهم يا دكاتره؟ مين فيهم اللي بيبتدي الاول؟ الاثنين بيبتدوا مع بعض في نفس الوقت، لكن مين الاسرع؟ الاكسترنسك ولا الانترنسك؟ لازم الاكسترنسك، عشان الدم لو خرج ما بين الانسجه مش هينفع يرجع تاني، فلازم اوقف الموسيقى اللي بره. بياخد وقت قد ايه؟ من 10 ل 15 ثانيه، بينما الانترنسك من 2 ل 10 دقايق مفيش مشكله. طيب مين يقول لي الفرق الثاني يا سيد الشاشه؟ مين الفرق الثالث؟ الانترنسك بيحصل جوه جسم الانسان داخل الاوعيه الدموية، أو لو خدت عينة دم في تيست تيوب بره الجسم يحصل برضه إيه؟ انترنسك. أمال هنا بيحصل انسايد الأور وورد بس. مين يقول لي الفرق بينهم؟ ها أول سؤال بقى، مين يقول الفرق بينهم؟ بيرفع إيده كده؟ الإكسترنسك قول يا أبو. الإكسترنسك التيشو محتاج تيشو فاكتور شهر، والإنترنسك طيب ده بيحصل كله انسايد ذا بلاد، امال دول محتاجين من بره تيشو؟ طيب الاثنين بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت، مين اسرع؟ الاكسترنس من كام لكام؟ من 10 ل 15 ثانية، ما ده من كام لكام؟ من 2 ل 10 دقايق. طيب الانترنسك دوت بيوقف الدم ان هو يخرج بره الاوعية الدموية، امال ده شطار بيمنع الدم ان هو اللي خارج يسرح ما بين الانسجة، بيبت الاسكيب. يعني اسكيب مش الدم مش ما بين الخلايا، انا عايز اجيبكم السعيد. يلا شطار، الصفحه دي كل اللي انا عايزه فيها حاجتين، البروستروفين اكتيفيتور عموما عباره عن 10 و5 والكالسيوم، احمد بيه هنا مين الفرق؟ التيش فاكتور رقم 3، هنا ايه مين؟ بريت فاكتور رقم 3، شاطرين. والجدول المقارنه سهل، في سطرين عندك بيقول لك التو تصوير ار كومبلمنتري، شفتها اللي تحت خالص دي؟ دي اكتب عليها معجله دلوقتي. ايه اللي بالصفحه؟ اخر سطرين في الصفحه خالص. ماشي، احنا كده عملت بروس روبين ايه؟ اكتيفيتور. الخطوه الثانيه تحويل البروس روبين للروبين. ماشي حولته. مين يقول لي فانكشن بروس روبين؟ ها؟ مين يعرف يقول لي فانكشن؟ كام واحده؟
واحد تحويل الفيبريشن للفيبريشن. تخيل النهارده داخل النهارده في الامتحان الشفوي بتقول للدكتور بيسالك قول لي يا ابني الفرشه بتبرص لمين؟ واحد داخل مركز ومذاكر. الدكتور اقول لك قول لي خمسه منهم بس، تقول له يا باشا خمسه مين؟ ده انا اقول لك سبعه. سبعه؟ طب قول يا اخويا قول السبعه. تحويل الفيبريشن للفيبرين والبروس ترومبين الى ثرومبين، وخمسه وسبعه وثمانيه وثلاثاشر، كده كام فرق؟ كده كام حاجه؟ سته. لو انت دبست نفسك في السبعه ومش عارفها هو هينقصها. ليه؟ لان هو هيفتكرها ساعتها، يقول لك لسه واحده السبعه. انت ما تقولش ارقام، بلاش تخش الشفوي ما تقولش يا دكتور ده خمس عوامل. لا قول في دماغك سمع انت ما تقولوش ارقام. اولا فانت الشفوي، ده انا هقول لكم على شويه حاجات. المهم السابع مش خدناها احنا قبل كده، بيزود البليتلت اجريجيشن اند اديشن. بليتلت اجريجيشن اند اديشن موجوده في البوكس اللي عندك. دكتور مش بس البوكس؟ نعم زي السترومبوكس. سؤالي عبقري، هو انا لما بزود نفسي مش انا قلت البروسترومبين هيتحول الى السترومبين والسترومبين هيرجع يحول البروسترومبين الى السترومبين، اسميها نيجاتيف ولا بوزيتيف فيدباك؟ لما بزود نفسي اسمها بوزيتيف فيدباك. يا سلام لو قلت للدكتور وده اسمه بوزيتيف فيدباك، فهيقول لك يا انت لسه في سنه اولى اصل بوزيتيف فيدباك ده ثاني، هو عرفت بوزيتيف فيدباك؟ خد يا ابني اتعود وانت داخل الامتحان الشفوي تختار اخيب صاحب ليك تدخل معاه تاخده بالحب، لان الشفوي ساعتها يبقى تسليه بينك وبين الدكتور على صديق اللي انت بتدور. ده اللي بيحصل. اعطيك ده حد شاطر هيبقى تسليه عليك انت يا ريس. اختار لك شوف لك صاحب لك واحد خايف كده ضايع ابيض وادخل معاه كده ألف مبروك ال 25 خط دول. مفيش القاعده دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه اللي انت حضرتك مش شايف وين هو عارف الدكتور ارقام عدي بقى وتالت وانفش وحضرتك كنت لها في المحاضره يا ابني وانا سمعتها تسجيل يا دكتور. انا عمري ما شرحتها انا عمري ما شفتك من ها كده خلصنا تحويل البروستروبين للثرومبين. الحاجه الوحيده هي مين؟ الحاجه الوحيده هي مين؟ زياده تنشيط البريتين. وانا لما بزود نفسي اسمها بوست فيد كل الناس شافت كلمه بوست فيدباك تعلم عليها دي مهمه. بوست فيدباك في السطر الايه؟ كده الحمد لله حولنا البروستروبين للثرومبين. الخطوه الثالثه تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين. انا عامل ايه؟ تابع نفسه تاني. هو الفايبرينوجين ده بص بص الكلام بص قدامك صفحه طويله صح؟ انا ما بصش خالص دلوقتي ركز بقى معاك. كور من البرتقال عليها قشره تعالى قشره البرتقال ناشفه شويه. عايز تعملي يا ابله البرتقال ده تعملي مربى. اول خطوه يا ابله بعد الغسيل هتقشري البرتقال وبعد كده لو عندك خلاط هتضربيه بالخلاط، ما عندكيش خلاط بايدك وبرجلك وفي المصفى وتقعدي تتعصيه. هيتفعص ولا لا؟ هيتفعص وكله هيبقى كتله واحده. انا بالظبط الفايبرينوجين ده كور من البرتقال عليها اشارات سالبه. عليها اشارات ايه؟ سالبه. ينفع اللي عليها اشارات سالبه دي تعمل لي شبكه؟ هيحدث منها متنافر. يبقى الخطوه الاولانيه اللي انا يا دكتور اشيل الاشارات السالبه ولا لا؟ ما هو المقص ده عامل زي السكينه يقعد يقشر يقشر الفايبرينوجين يشيل منه مين؟ السالب. حلو؟ طب لما اشيل السالب الباقي يحصل له ايه؟ يتحول الى شبكه. حد يعرف يعني ايه شبكه؟ في الكيمياء العضويه بوليمر صح؟ طب في النت في النت بسمي الشبكه ايه؟ نتورك. في الهيستولوجي بسمي الشبكه ايه؟ مش وورك. يبقى احنا الحمد لله عندنا ثلاث اسامي. نتورك دي شبكه الانترنت اللي في البيت عندك. ها نتورك. مش وورك لو بتتكلم بالهيستولوجي. بوليمر بوليمر لو بتقول بالكيمياء العضويه. يا ابني الكتاب بس بيحب يحط لك كلمات وخلاص. هم الثلاثه نفس المعاني. نتورك مش وورك اند بوليمر. ها دول انا لو منك اختار اسهل واحده. مين اسهل واحده؟ النت وورك. اصل مره اقول لك نت وورك مره مش وورك مره مش عارف كده. طيب عملت شبكه. الشبكه دي لازمتها تعرف يا لا تقول الشبكه دي لازمتها ايه؟ عيب يا دكتور. اول حاجه
مش الوعاء الدموي ده اتقطع؟ ايوه يا دكتور. والوعاء الدموي لما اتقطع بقى له الوعاء ده مقطوع كده اهو كده. انت عايز تقفل الشد دي على دي. وانت يا ابله لو عندك في بلوزه ولا بنطلون مقطوع في البيت بتجيب الخيط. الخيط يعمل ايه؟ يشد من هنا ويشد من هنا صح؟ ويخيط. طيب عارفين انتوا الجزمه؟ مش الجزمه بتاعتنا لها رباط، الرباط بيبقى ايه؟ شد من ناحيه وشد من ناحيه تتقلب على بعض. اشهر مثال البياده بتاعت الجيش. اللهم صل على النبي. كنت بلبسها بجيب اتنين من صحابي، واحد يشد من الناحيه دي والتاني يشد من ناحيه الحبل. الحبل بتاعه طول متر وانت طالع، بس ايه؟ البياده تلبسها طول اليوم. بتجري تبقى متوحش، لان بتخليك تجري بسرعه. هي ساعات بتبقى تقيله بس مش عارف ايه الفكره، بس هي حلوه، هي حلوه، هي حلوه. يعني بتلبسها طول اليوم. فالحبل من هنا والحبل من هنا يشد. الفكره اللي عايزك مش تنساها، افتكر الشبكه بتاعت البياده بالظبط. عارفين البياده عامله ازاي؟ البياده هي الجزمه اللي لها رقبه طويله دي. حبل يمين حبل شمال حبل يمين حبل شمال 30 مره 30 مره تشد من تشد ما تروح البيضه مقفول عليك لك ولا لا؟ اه بالظبط. شبكه الفايبرين دي هتشد من الناحيه دي وتشد من الناحيه دي. شد يا جدع شد يا جدع شد يا جدع. ها واستنى، هي الشبكه فاضيه تحتوي على ثلاث حاجات: صفائح دمويه، خلايا دم حمراء، وخلايا دم البيض. شد شد من ناحيه وبعدين هتبقى الاول لوز لوز، بعد كده تحط لها فاكتور رقم 13. هو 13 يا سيد عبد الله كنا جايبينهم فين؟ جايبين من الشطور السيروم بي والكالسيوم. 13 والكالسيوم بيخليهم ستيبل، يعصرهم. الشبكه دي لما تتعصر مش الخلايا هتطلع الميه اللي فيها؟ الميه اللي فيها اللي بتنزل من بقايا الدم ساعتها اسمها سيرم. يبقى ايه السيرم؟ السيرم ده سائل لونه اصفر، ينتج قبل ولا بعد التجلط؟ بعد التجلط. يبقى الخطوات: الفايبرينوجين كور عليها اشارات سالبه، ياتي السيرومبين يزيل الاشارات السالبه، فالفايبرين هيتحول الى بوليمر نتورك مش وورك. تحبس جواها مين؟ الثلاث خلايا. اول بيبقى لونها احمر لان في خلايا دم حمراء، وسوفت. سوفت يعني طريه مش ناعمه، طريه. في فاكتور رقم 13 والكالسيوم يشد عليهم جامد، يقرط يعصرهم، هيطلع ميه لونها اصفر اسمها عبد الله سيرم. تمام كده؟ وبعد الوعاء الدموي كده اتقفل ولا لا؟ فالخطوه الاخرانيه هتبقى ريبير. يعني ريبير؟ تصليح. مين يقول الريبير بيتم بايه؟ بليتلت درايف جروس فاكتور. ايه يا دكتور؟ ده كده كانك بتقول اخر خطوتين في البليتلت. اخر خطوتين كانوا ايه؟ ريتراكشن وريبير. اخر خطوتين هنا ريتراكشن وريبير. اقرا معاكم الباراجراف الطويل في اللذين دوت. هو من اول كونفرشن اوف فايبرينوجين الى الفايبرين. بص يا سيدي، هفتح باب الاسئله دلوقتي. حاضر. ترجمه. ترجمه دلوقتي. والله من اول كده بس يا بابا. العنوان التالت اسمه ايه؟ اسم العنوان ايه؟ كونفيرجن. يعني ايه كونفيرجن؟ تحويل الفايبرينوجين الى فايبرين. فورميشن اوف فايبرين كلوت. كلوت يعني جلطه طبعا. سترومبين سبليت، يعني سبليت يكسر. سمول نيجاتيف شارجد بالطيب فراجمنت. يعني ايه فراجمنت يا شطار؟ قطع او اجزاء. عايز تشيل فراجمنت ويك بارتس عادي. يبقى انا بشيل مين من الفايبرين؟ ها؟ النيجاتيف شارج ولا بشيل الفايبرين كله؟ النيجاتيف شارج. طيب ريموفينج اوف ريبالسيف فورس ازاله قوى التنافر. اللاوينج يسمح ان الباقي ريمنتر عن الباقي. تو بوليمرايز، يعني بوليمرايز؟ بوليمر. البوليمر يعني ايه يا شباب؟ شبكه. الشبكه دي اسمها فايبرين بوليمر او ستريت، خيوط يعني. الخطوه الثانيه الفايبرين، ارسم جنبها الجزمه بقى. الفايبرين يا دكتوره يارا اثير، يعني ايه اثير؟ هيمسك في الوعاء الدموي اللي فيه انجري، وبعدين يعمل لوز، يعني لوز طريه مش وورك، نتورك مش وورك، ضعف. زي التراب بتحبس خلايا الدم.
تعمل منها الاول ريد سوفت. سوفت يعني طريقة هي ليها لوس. طيب خطوة الثالثة ستابلايزيشن. يعني ستابلايزيشن ثبات. فاكتور رقم كام؟ 13. مين نشر 13 الالات؟ السرومبي. فبقول لك 13 وبين قوسين اكتيفيتد باي سرومبي. 13 ده سترينس. يعني سترينس يقوي. ازاي بيقوي دي؟ يعني سترونج بوند. يعني بوند ربطات قوية ما بين الفايبرين. كلوت ريتراكشن. يعني ريتراكشن انكماش. اكتين مايوسين سرونجو اسينين. الكلوت شرينك. شرينك يعني ينكمش. يعني مهينة ايام دي لازم تشتغل بكلمات جديدة. يكون سترونجر اقوى. اهم كلمة هحاسبك عليها السائل اللي هيطلع اسمه سيرم. سيرم لونه ايه؟ اصفر. مين اللي نشط الخطوة دي؟ كالسيوم وسترومبين. جبتي يعني. طيب اخر كلمة اخر سطر. This step makes the blood more dense. dense يعني dense قوية مكثفة. Pulls the edges of the wound. تشد. تشد على مين؟ edge. يعني edge الحافة بتاعت البيادة بتاعت الجزمة بتاعت الوعي الدموي. wound يعني جرح. facilitate الريبير. يعني facilitate سهل يعمل. اخر حاجه الريجير اوف دامج فيزيت باي دي جي اف اف جي دي بريدد رايت النسخه. ها بقى كده يا شباب خلصنا الكلوتينج والبريدد. مين بقى كان عنده اسئله نخش في الموضوع اللي بعده؟ بص هو انا عدتكم اللي فاتت علمتهم الرمايه دلوقتي وعدتكم اللي فاتت اللي كنتوا عايزينه تريين فيه وعايزين تيجوا على حقي ليه ان شاء الله جايه بعدين مش حاسس ان هو شرح حاجه. ايوه ده القديم يا بابا. مين اللي كان بيسال؟ اسال ايه ده عم عايزين فويا خمسه جنيه تعمل ايه؟ خمسه بوضات مش ينفع. لا لا مش ينفع اصلا صعب. طب صح مش ينفع. نعم ابراهيم مش ينفع. ما تنظرش معايا يعني كده مش هزار بيني وبينك. انت بتزعل ماشي. انت بتزعل. انت بتزعل في الاخر. لا مش لا خلاص بقى خلاص بقى رحمن مين؟ رحمن مين؟ مش عبد الرحمن؟ جد؟ وما انت قادر نسأل حتى سعب السؤال ده؟ مين ده رقم الدين يا بابا؟ مين ده رقم الدين؟ مين ده رقم الدين؟ انا لما كنت دكتور النهارده جاي انا افضل اكثر وهاني يا اخويا يا تحديد راح تعرف السبع اهرب يا اهبل. لما افتتح بالصداع قلب تفهمه يعني. بص راسي حبيبي يلا الفلاحي
ايه اللي يمنع حدوث الجلطه داخل الاوعيه النمويه؟ ها ايه اللي بيمنع حدوث الجلطه داخل الاوعيه النمويه؟ الاول قبل ما نقول ايه مين العوامل، ايه اهميه السيستم اللي انا اقوله ده، ايه لازمته، مين يتوقع ايه لازمته؟ والله يا شاطر لو انا عندي بلاد فيزلز نورمال، هو نورمال سليم ومحترم ولايند بالاندوثيليوم محترم اهو تمام، يبقى اول حاجه اول اهميه اول امبورتنس مكتوب لك بريفنشن اوف بلاد كلوت انسايد النورمال بلاد فيزلز. الاوعيه النمويه بتاعت الكورونا دي بقى والاورطه والكلام ده يا سرحان، السيستم ده بيمنع حدوث الجلطه فيها. مش بس كده، السيستم ده خطير جدا، لو حصلت جلطه، لو حصل افرض وعاء دمه هو سليم حصل في جلطه بالغلط، ريموفال اوف ذيس ثرومبوز هيشيلها. مش بس كده، ده كمان لما الوعاء الدموي عموما بيتقطع، يعني عندي واحد اتقطع اهو مش انا بيحصل هنا جلطه، وممكن الجلطه تتقلب في دماغها وتسرح، مين بيعمل لي ري اوبننج اعاده فتح السيستم ده؟ يبقى اللي انا هشرحه دلوقتي له كام اهميه؟ ثلاثه، بيمنع حدوث الجلطه داخل النورمال بلاد فيزز. خلي بالكم هسال دلوقتي مش بشرحه خلاص عشان ههزق لو لقيت واحد سرحان لا ما اعرفش مش مركز. صح لا في احسن، امنع حدوث الجلطه داخل ايه؟ داخل النورمال بلاد فيزز، واذا حصلت اعمل لها ريموفال، وإذا وعاء دموي كان مقطوع أعمل له ريوبن. حلو؟ طيب بكام فاكتورز؟ كام سيستم؟ ثلاثة. أهم واحد فيهم رقم ثلاثة، ممكن يجي سؤال لواحد أو يجي السؤال كله على بعض. واحد تحفظ العلمين الأول. سموثنس أوف ذا إندوثيليوم. اثنين بلاد فلو. ثلاثة أنتي كوأجيولانت. بكام فاكتور؟ ثلاثة. تعال نشرح السموثنس ده. ايه كلمة السموثنس؟ بص يا ريس، طول ما الوعاء الدموي لاين بهيلثي اندوثيليوم، هيلثي ايه؟ اندوثيليوم، يعني اندوثيليوم كده باين قدامك ان هو هيلثي. ايه فايدته؟ ما طول ما هو هيلثي الصف اندوثيليوم كولاجين الخشن الوحش هيدخل جوه الوعاء الدموي ولا واقف بره؟ واقف بره. واقف بره، صح ولا لا؟ يبقى طول ما هو سموس، يعني سموس ناعم. رقم واحد هيمنع الاكتيفيشن بتاع فاكتور 12 والبريتلت. اشمعنى دول اللي ذكرتهم؟ لان فاكتور 12 والبريتلت معتمدين على الصف اندوثيليوم كولاجين. هنا الاندوثيليوم بعدني عنهم ولا لا؟ يبقى طول ما هو ناعم. بعد الصف اندوثيليوم كولاجين يمنع الاكتيفيشن بتاع فاكتور كام 12 والبريد. الحاجه الثانيه الاهميه ان الاندوثيليوم عليه اشارات سالبه نيجاتيف تشارج، والصفائح الدمويه والكلوتينج فاكتور عليهم نيجاتيف تشارج، يبقى عمر الصفائح الدمويه او الكلوتينج فاكتور هتقف؟ لا، عمر البريتلت او البلوتينج فاكتور هتقف هنا؟ لا، يحصل ريبالجن، يعني ريبالجن تنافر. ده مش بس كده، ده الهيلثي اندوثيليوم بيصنع ماده، الماده دي تتفرش على الاندوثيليوم كده كانه زي البتاع ده الشحم بتاع العربيات. الشحم ده اسمه ايه؟ ثرومبو ميديولين. ميديوم ترجم يا دكتور. اي ان يعني بروتين، وميديول دي يعني بريفنت يمنع، وثرومبو يعني جلطة. ازاي؟ لو لقى في الدم ثرومبين ماشي لوحده، ولا ينفع في الدم بتاعي يمشي ثرومبين انا انزمت، لان لو مشي ثرومبين هيعمل ايه؟ هيحول كل الفايبروجين الى فايبرين، فيمسك في الثرومبين ويعمل له ان اكتيفيشن. يعمل له ايه؟ ان اكتيفيشن، وينشط لنا ماده اسمها بروتين سي، هنعرفها كمان شويه. يبقى الاندوثيليوم ليه كام وظيفه؟ ثلاثه، ها؟ يمنع الاكتيفيشن بتاع فاكتور 12 اثنين،
عليه نيجاتيف ولا بوزيتيف تشارج؟ نيجاتيف تشارج. ثلاثة عليه بروتين اسمه ثرومبومينيولين. ده بيمسك في مين؟ في الثرومبين. ماله اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن؟ وينشط حاجه اسمها بروتين سي. اخر حاجه في الاندوثيليوم بيطلع ماده اسمها بروستاسايكلين. اسمها ايه؟ بروستاسايكلين. بتعمل فازودايليتيشن، بتوسع الاوعيه الدمويه وبتقلل البليتلت اجريجيشن. يعني ايه الكلام ده؟ ما هو الدلتا عشان تحصل بيحصل ايه؟ فازو كونستريكشن وبليتلت انا لقيتها عكست. يبقى البروستاسايكلين عكس سلوفاك زان ايه تو؟ طلع مع عبد الله كوليسترول كام فاكتور؟ اربعه. تحت عنوان اسمه ايه؟ سموث نس اوف ذا اندوثيليوم. اول فاكتور كان ايه يا دكتور؟ ان طول ما الاندوثيليوم سموث مين اللي مش هيحصل له اكتيفيشن؟ نشر والبليتلت. والاندوثيليوم عليه نيجاتيف؟ شارج. يحصل؟ ريبالجن. صح ولا لا؟ طيب والريبالجن النقطه الثالثه يا دكتوره ها؟ دور ثرومبو ميديولين. ده بروتين موجود على الاندوثيليوم. النقطه الرابعه هي بقى طبعا ماده بروستاسايكلين. بتعمل ايه يا دعاء؟ فازو دايليتيشن وتقلل البليتلت اجريجيشن. ده اول واحده الاندوثيليوم. يبقى انت لو طبيب شاطر وجالك مريض الاندوثيليوم بتاعه بايظ هتقول له هيحدث لك جلطه لو ما حدش نفسك. طيب تاني حاجه اثنين البلاد فلو. يعني بلاد فلو؟ سواين الدم. بص يا سيدي هحكي لك السيناريو القصه اللي بتحصل في الحياه العمليه وانت تستنتج البلاد فلو هيعمل ايه. واحد عنده 80 سنه حصل له كسر والكسر كان متطلب ان هو يتجبس 3 شهور فالجبس رجله طبعا. طيب الجبس وانت حضرتك بعد الثلاث شهور اتصلوا بيك كان انت اقرب ممرض لهم تمام مش طبيب فقط. ها تعالى فك لنا الجبس يا استاذ ابراهيم. رحت حضرتك بالعده بتاعتك تفك الجبس. اول ما فكيت الجبس الحمد لله الراجل بدا يتحرك. قوم ايه لسه حط لك ال 20 جنيه في جيبك. الراجل كان قام من على السرير وبدا يتحرك وعايز يروح يقف يتفرج بالشباك. الراجل ما كملش خطوتين وهوب راح وقع على طول ميت. وانت اللي موته يا ريس يا عم انت ناحيته لو انت حطيت الجبس ومشيت وضيعت سمعتك في الطب طول العمر. الغلطه دي مش غلطتك. بص يا سيدي لما الواحد بيقعد لفترات طويله ما بيحركش رجله زي الجبس الدم اللي فيها هيبقى ماشي بنفس السرعه ولا هيحصل له ركود؟ ركود. والدم لما بيمشي بسرعه بطيئه ويبطأ مين اللي هتبدا تترسب؟ ها؟ مين اللي هتترسب؟ البريتلت. ويا ويلك يا سواد ويلك لو البريتلت اترسبت على جدران الوعي الدموي هتروح راقعه الزغروطه التمام ومنادي على مين؟ يا بريتلت يا بريتلت تعالى لغايه في مكان بايظ. وهي اللي عملته ان الدم ماشي بالراحه. قوم العيان لما بدا يتحرك الجلطه اللي كانت متكونه في الوعي الدموي دي مش عضلات بتضغط؟ الجلطه هتتحرك من مكانها تلف في الدم واول وعاء دم وترشح فيه حصل الاسود كان الكوروناري عشان انت جاي مات الراجل وانت اللي موته. يبقى انت حضرتك استنتجت حاجه مهمه عدم حركه الدم يؤدي الى حدوث البركه الراكده تتجمع فيها القاذورات. الدم الراكد يتجمع فيه الجلطات. حلو اوعى تنسى الكلمه دي بعمر. يبقى انت كطبيب عظام محترم لو واحد كبير في السن وهيتجبس هتقول له هديك دواء للسيوله. طول ما انت في الجبس بتاعته اول ما تبطل الجبس ها هنوقف الدواء. طيب يبقى ايه بقى فايده البلاد فلو؟ اي كلوتنج ديفاكتور وبليتلت اتحملت في دماغها واتنشطت الدم وهو بيتحرك هيوديها لليفر والسبليه يتخلص منها. ولو البلاد فلو ايه بيحصل؟ جلطه. جلطه دي بالانجليزي ثرومبوزس. يبقى انت اوعى تنسى البحيره الراكده يتجمع فيها القاذورات. الدم الراكد تتجمع فيه الجلطات. طيب دي سهله خالص اخر نقطه واهم نقطه واخر حاجه انتي كوهاجولانت. كل الحلوين كتبوا عليه سؤال مهم هو احنا كنا بنقول يعني ايه اهميه البلاد فلو يا دكتور؟ ايوه بس يا حضرتك ها شاطر اضافي جاز اسمها ايه؟ ثرومبوزس. ليه يا دكتور؟
بياخد مين يوديه للليفر السنين يا دكتور؟ البريفيت وبريفيت انا ممكن منين يا دكتور؟ ما عملتش حاجه فينا يعني. بلاد فلو بيشيل الفلوتنج فاكتور والبريفيت يوديهم على الليفر والسنين. اكتيفيشن ولا ايه اكتيفيشن لمينا؟ اعملوا يا حبيبي ان اكتيفيشن يا شارك. الانتي كوالنت اللي في الدم ست مواد. اول ثلاثه هم المهمين. هسأل فيهم واحد واحد. هو مين اخطر حاجة بتعمل تجارب الدم؟ السرومبرين. ده المصيبة. مش ده اللي بيعمل الدم حاجة؟ صعب على دم. صح؟ طيب. هو اقوى ولا سيبه؟ انا في جلطة عندي في الدم. وتكون السرومبرين. مش بعد ما خلص شغلي امشي واتكسر ولا دمي واقف. تعرف لو السرومبرين مش الدم كده يحصل يا الله. هيحول كل الفايبرينوجين اللي موجود في الدم الى فايبرين. ويتحول الاوعية الدموية بتاعتك من مواسير الى مثل العنكبوت. هتدخل جوه الوعاء الدموي شبكة بالفايبرين. كله كده. ولا في دم هيتحرك ولا هي. يبقى لازم تتخلص من السرومبين ولا لا. كيفية التخلص من السرومبين في مضادات التجلط حاجتين. في مادة اسمها انتي سرومبين رقم 3 اسمها دكاترة. دي بتتصنع في الليفر. عباره عن الفا جلوبين عباره عن ايه؟ دي بتصنع في الليفر. تمشي في الدم لو لقيت سروبين تاكله توقفه عن عمل. سروبين ولا بلو سروبين؟ هو انا خايف على مين؟ انا بخاف من السروبين ولا بلو سروبين؟ السروبين. تاكل السروبين. تاكله. طيب تاكل كام في المية من السروبين؟ 10% فقط. طب ما بقيت السروبين راح في بص يا شاطر بص يا شطار مش السروبين كان هو اللي بيحاول ايه؟ ركزوا معايا هو بيحاول الفايبرينوجين الى فايبرين. فايبرين ده عباره عن ايه؟ شبكه. تخيل ان السروبين بعد ما بيخلص تحويل الفايبرينوجين للفايبرين الفايبرين القاسي الوحش يروح ماسك السروبين من قفاه جرب ومدخل جوه شبكة الفايبرين يحبسه يعني علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماية صح؟ يعني أنا علمك الرماية محمود علمك الفسيولوجي سنتين وبعد سنتين يا محمود تيجي سنة تالتة يقول لك إيه أنا هدي درس فسيولوجي يا محمود أنت نسيت؟ لا أعرفك وخدت منك أنت علمتني حاجة ده أنا كل ده لعبته الوحيد وهو ده طلبك بكره افكركم بالكلام ده علمته ايه؟ الرمايه فلما اشتد ساعده رماه علمناه بالشحاته سابونا على الجوان يعني بص الاول انا بفهمها يعني الفايبرينوجين بيتحول لفايبرين بالسروفين شوف الفايبرين القاسي قليل الادب يعني انا احولك وانت تشدني من ايدي وتحبسني فيك عشان تمنعني الشغل ايوه وعلى عياط وسمن ابدا ونام سيب ابدا خلصت من كام في المية؟ ايه زور دي حاجة حلوة حاجة كويسة دي حاجة رائعة ان اطمن ان السروبين ده ما يتفيدش ما يعورش بره ان لو عرض ومشي الاوعية الدموية كارثة تحويل الدم الى شبكة عنكبوت كارثة ده نقولها كام يبقى ايه زور يمتص 90% من الفايبرين يلا شطار ها مين اللي بعرف السروبين على العمل؟ حركتين ادي السروبين رقم هو انا ليه ادي السروبين رقم ده؟ عباره عن الفا جلوبين مين يا دكاتره؟ وفايبرين تمام كده؟ طيب امتحان حبكت يعني؟ حبكت؟ طب وريني بس مين جاي مين جاي ياخده؟ طب يا نهار ابيض انا اجيب لكم نفسي يا نهار ابيض دكتور انا اقدر نفسك يا لهوي قول يا عم مساء الله اجيب الشوكولاته معاك خلاص يا شباب يبقى مين هيتخلص؟ مين هيتخلص من السروبين؟ ها؟ الفايبرين ولا الانتي السروبين رقم 3 والانتي السروبين رقم 3 بتخلص من كام في المية؟ الانتي السروبين 3 بتصنع فين؟ ليفر اسمه الفا مش بيتخلص من السروبين بس لا هو كمان فاكتور رقم 10 فاكتور رقم كام؟ 10 يبقى الفايبرين هيمتص 90%
وقد استروبين هتخلص من استروبين وفرده بره عشان اضمن يعني مفيش اي بروستروبين زيادة. طيب تاني انتي كواليان مضاد للتجلط عندي مادة اسمها هي شطار بروتين سي اند اس. احنا قررنا خلاص خلاص سي و اس دي مش اختصارات لحاجة مش اختصار مثلا لكارديا صح مين بدري جاي ياخد مفيش حاجة يا عم مش حاجة يا عم بقى يلا شطار سي و اس مش اختصار لحاجة هي عبارة عن مواد تصنع في الكبد تحت تأثير فيتامين كي عالم معايا ولا لا مين بيصنعهم فيتامين كي كي طيب سي و اس دول بيعملوا ايه السي دوت بيمشي في الدم مين الشاطر يقول لي مين بينشط السي اطلع كده فوق رقم 3 في الاندوثيليوم اقرب ان الثرومبوبيدورين يمسك في الثرومبين ينشط بروتين سي طب سي ده لو اشتغل هيوقف لي 5 و8 وبعديها في جمله كده ستوب استيمولييت الفايبرولايسيس اشطبها دي مش هتعمل دلوقتي يبقى 5 و8 لا ان اكتيفيشن 5 و8 و5 و8 هو في كل احصان هتقول لي كده يا دكتور 5 و8 هو في كل احصان مش مركز صح 5 و8 5 كان بيساعد 10 8 كان بيساعد 9 طب في الاخر كده بروستروبين هيتحول لاستروبين ولا لا هذا هو المطلوب وبدس بوتنشيت للسي يلا شطار تاني ها هوقف استروبين ايه لا ما تسرحوش بقى هوقف استروبين ازاي الفايبرين ياخد كام في المية؟ 90 وقال استروبين رقم 3 10% ورقم 10% طب السي ده بيصنع في الليفر تحت تأثير ها فيتامين كي طيب سور اكتف ولا ان اكتف؟ ان اكتف مين اللي نشاطه؟ استروبين والثرومبوبيدورين يعني علمته الرماية تاني انا اللي شغلته هيجي وقفني وقف 5 و8 طب الاس زي السي بوتنشيت يعني قوي اخر حاجة عندنا الهيبرين اقوى انتي كوأجولانت في جسم الانسان خلاص ذا موست باورفول انتي كوأجولانت سؤال ام سي كيو هنا ذا موست باورفول انتي كوأجولانت عارف الحصة الجاية لو جيت سأل الهيبرين عبارة عن ايه تهديد نيجاتيف شارج ميوبو بوليساكارايدز ايه ميكو بوليس الجهاز دي؟ جلاكوزا مين جلاكات في البايو كيمس؟ حصة كام مية كربوهيدرات يا أطفال؟ جلاكوزا مين جلاكات اسمه ايه؟ ميكو بوليس الجهاز عليه شرط سالبة بيصنع في جسم الإنسان في خلية اسمها ماست سيل وبيزوفيل اسمها ايه الأدرة؟ ماست سيل وبيزوفيل ايه الماست سيل وبيزوفيل دي؟ أحد أنواع خلايا الدم البيضاء شايف الكومبليكيتد شايف الجسم الانسان مركب ازاي خلايا الدم البيضاء بتاعت الدفاع عن حضرتك بتصنع ايه يا دكتور ريم ماده اسمها ايه الهيبرين طب الهيبرين دي عليها نيجاتيف ايه شارج والله العظيم لو نسيتها ما جاش معاك في دي طيب نيجاتيف شارج وميكو بوليس كارايز واقوى انتي كوايلنت اقوى مضاد للتجمع بتصنع في الجسم طب يعمل ايه الهيبرين ده انهبيت البليتلت ده ممتاز بيوقف البيت بتاع العمل بيوقف فاكتور رقم 9 و10 و11 كام 3 بيروح على الانتثرومبين رقم 3 يشتغل معاه ضد الثرومبين يقول لك كام وظيفه كده 3 يلا شطار خلصنا اول واحده انهبت البيت الناس اللي نايمه انهبت البيت 2 بيوقف كام 9 و10 و11 3 يساعد الانتثرومبين رقم 3 في العمل ايه دي يعني مساعد 4 يمنع تصلب الشرايين طب دي اخر حاجه خلاص والله تصلب الشرايين انت عندك تصلب شرايين عندك ازاي اقول لك انت بص يا بابا تصلب الشرايين نهايتها باذن الله من الكليه دي تصلب الشرايين مفاجاه عمليه بتحصل من اول يوم في حياتنا تخيل بس انت في ايدك المفتاح يا تسرع يا تبطئ
انت راجل محترم ومحافظ على العادات الغذائيه بتاعتك. ها ايه العادات الغذائيه؟ ان انت تاكل اكل فيه خضار كتير وتقلل الدهون. انت راجل غير محترم بقى دلوقتي، تاكل ليه بالخروف؟ انت عارف تاكل ليه بالخروف؟ تهبل الشاورما دايما على الشاورما دي معليه خروف. استنى، تاكل دهون فين؟ في الكلاب اللي انتوا تاكلوه، السندوتشات الجاهزه دي كلها فيها دهون، والبيبسي بقى، ها، والبتاع مش عارف الشوكولاته، كل الكلام ده، والطبيخ، مش لازم تدهون ياس، انا قصدي علمت عموما. تاكل دهون كتير، الدهون دي وهي ماشيه في الدم تبدا تترسب على الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه بيبقى شكله كده. بيبقى شكله كده. شو عامل ازاي؟ خشم ده ولا ناعم؟ خشم. مين اللي فيه يتصغر؟ البريتليت على طول صاروخ. الحق يا فتحان ازاي؟ الحق ده في صافي يا خشم، والبريتليت دي تموت في الحاجه الحرشه، حاجه خشنه. ها؟ وبعدين حاجه خشنه الحرشه يعني مشرشره، يقول لك اهو ده من الحاجات دي. مستربطه الزغروطه اجريجيشن بلاي فيوجن جلطه على سن ال 50 تنفعل على عيالك مش بيذاكروا في كليه الطب. صح؟ ده قصه بصاله بشرين ببساطه. عيالك اللي ما بيذاكروش كليه الطب، في واحد كاتب لي على الجروب، انت محسس ان انت ابويا. والله انا قعدت اعيط على الكلمه دي. كنت كاتب كده مقال طويل عن الشرطه الدكتور، قعدت اعيط طول الليل. يا جماعه ذاكروا. فقلت يا دكتور حاسس ان انت بابا. انا حسيت ساعتها ان الشعر الابيض ده من 10 ما علاقه بقى الهيبرين بتصرف الشرايين؟ الهيبرين ده زي العمر العظيم. لايبيميا كليرنج افكت. يعني ايه لايبيميا كليرنج افكت؟ لايبيميا يعني ليفت في الدم. لايبيميا كليرنج، القطنه ما بتكدبش، نضاف. بيشيل الليبيد ازاي؟ بينشط انزيم اسمه لايبيز. يبقى لايبيز ده بيعمل في الدهون بيحلل، يمنع الاثيروسكليروزس. يعني اثيروسكليروزس بصدر الشرايين. طبعا اي رهبل ما يفهمش حاجه في الطب، يا دوب يطلع له الاثيروسكليروزس وحط له هيبارين. تعرف لو اديت راح هيبارين هتجيله سيوله، هتوديه دهي، بس ربنا خلي لك الهيبارين يحميك. طب يا دكتور طالما انا عندي هيبارين ليه بيحصل تصدر الشرايين؟ إذا لو مشينا بالمبدأ الغبي دوت، إن طالما الفسيولوجي ضد حدوث الأمراض يبقى إحنا نلغي كلية الطب ونقفلها، مفيش حاجة اسمها دكتور، لأن كان كل حاجة هتصلح، لكن أنت ليك حدود. أنت راجل محترم ومؤدب في الأكل، ولا تاكل ليه خروف؟ تاكل اللية ولا هيبارين ولا غير هيبارين ينفعك؟ يبقى الهيبارين أكل مش هشرحها لك بالتفصيل. الهيبارين لف معايا نيجاتيف تشارج فيو كوبولين صغيرة يطلع من خلايا اسمها ماست سيلز وبيزوفين. له اربع وظائف انهبت او بليتلت. اثنين انهبت نشط ولا يوقف؟ تسعه وعشرة و11 يشد من اسفل الانتسروبين رقم 3 يشد من اسفل يقف معاه كتف بكتف. اخر حاجه يمنع حدوث تصلب الشرايين اسيرو اسكليروسيس. ها؟ وكده خدنا كام انتي بيوجن؟ ثلاثة اللي هم الفيرمين والانتستروبين وبروتين سي ان اس و ها؟ مثلا اربعة هبايه المين؟ الهبايه. افتح الكتاب والمذكرة حتى